اللاعب راميش في الركن الأحمر من أفغانستان، وذلك التصميم الواضح على الفوز والدخول بثقة نحو الركن الأحمر. In the blue corner representing Uzbekistan, Zuyrov Shagidin. اللاعب زوريف من أوزبكستان في الركن الأزرق، ودخول لا يقل ثقة وحماسة عن دخول صاحبه. كلا اللاعبين الآن على الحلقة، لدينا مدربين من أعلى الكفاءات الآسيوية، مدربين أولمبيين، واطمئنان الحكم على مجريات اللقاء، حكم الحلقة من كرواتيا، ويأتينا القضاء من إيرلندا ومصر والهند وتركيا وبلغاريا. لنرى من سيكون الفائز في هذا اللقاء الذي يجمع أوزبكستان وأفغانستان. بالأمس كان هناك لقاءات بين كلتا البلدتين وكانت لقاءات قوية ولكمات مؤثرة، فلنتابع الروح الرياضية الجميلة للعبة ورياضة الملوك. استمعوا للقرارات والسلام والروح الرياضية العالية، ثم يتحرك كلا البطلين نحو الآخر لإثبات أحقية بالفوز. لاعب أوزبكستان في وضعية ساوث بو ووضعية الأرثوذكس للاعب الأحمر اللاعب الأفغاني، ولكن ليس هذا كل شيء، فلنتابع كيف ستكون هذه مجريات هذا اللقاء. نحن في الجولة الأولى في هذا اللقاء القوي. مجموعة من اللكمات القوية، لقاءة حماسية ندية تنافسية على مستوى قاري آسيوي. لكمات، مجموعة من اللكمات من الركن الأزرق، لكن نحو القفاز، لا تحتسب اللكمات الواصلة نحو القفاز، ويشترط التنقيط أو التهديف بمقدمة القفاز على منطقة الوجه والجذع بلكمات تحمل ثقل الجسم وتصل إلى الهدف فقط، أما الباقي فهو للاختبار والخداع والتكنيك والتكتيك. انظروا إلى الحركة طوال الوقت، ثلاث جولات في كل ثلاث دقائق، لاعبان لا يهدأان يتحركان طوال الوقت، لكم أن تتخيلوا المجهود. لطالما حكمنا على ألعاب ببساطتها برؤيتها عبر التلفاز، وعند ممارستها نصعق من صعوبتها. انظروا لهذه اللكمات المنمقة والمنسقة بشكل جيد، اللاعب الأوزبكي وتحركات جيدة على الحلقة. اللاعب الأحمر يبدو في وضعية استعداد وحذر جدا، ولكما خطافية يسرى من الركن الأحمر، لكمات مستقيمة وخطافية وأبركات من الركن الأحمر، تو جابس من الركن الأزرق، ولكما نحو الجذع باليد اليسرى، ثم لكمة خطافية يمنى، لكمتين خطافيتين من لاعب الركن الأحمر. الحكم بإيقاف مؤقت لإعطاء بعض الإنذارات الشفهية، وروح رياضية لكلا اللاعبين، يمنع اللف والدوران لحماية كلا اللاعبين. واتش ذا هيد يقول الحكم، الهدف هنا ليس الإيذاء، الهدف هو الحماية والخروج بسلامة لكلا اللاعبين، وتبقى هذه رياضة محبوبة لدى الكثير من الرياضيين والملاكمين حول العالم الذين يتابعوننا عبر قناة أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية الجولة الأولى، عودة كلا اللاعبين إلى زاويتيهما لأخذ قسط من الراحة. اللاعب الأوزبكي يود الظهور بمظهر الواثق حتى الآن، الوقوف وعدم أخذ الراحة الكاملة
في حين اللاعب في الركن الأحمر يتبع معايير السلامة في أخذ بعض جزء من الراحة للتمكن بالعودة بصورة أفضل. لنرى الجولة الثانية جولة المدربين وكيف ستغير مجريات اللقاء كما رأينا في اللقاءات السابقة. قد يكون اللاعب خاسرا في الجولة الأولى ثم يتحول في الجولة الثانية والثالثة أو العكس. الجولة الأولى في الملاكمة تكون للاستكشاف ولقراءة أحداث اللعب وقراءة الخصم ثم يأتي المدربون بالبلان والخطط التكنيكية والتكتيكية التي من شأنها قلب النتيجة. راوند 2 رأسا على عقب بداية الجولة الثانية واللكمات التي ستسدد في هذه الثواني القادمة لدخول حذر لكمة يمنى ويسرى. 1-2 لكن اللاعب الأوزبكي يتحرك بشكل جيد على الجوانب كما ينصح المدربون دائما لاعبيهم بالحركة. ولاعب الأفغانستان هجوم جميل من اللاعب الأفغاني. 1-2 مستقيمات خطافية لكن استكشافية ولكمة نحو الجذع يمنى من الركن الأحمر. لكمات تتواصل اللكمات وتواصل الحماس والندية والإثارة وصولا إلى النهائي بإذن الله والذي سيجمع أبطال قارة آسيا. من سيكون المتوج؟ لا زال لدينا الكثير. لدينا اليوم بإذن الله 25 لقاء تنافسيا في هذه الأمسية الجميلة. مجموعة من اللكمات القوية والمؤثرة. اللاعب الكازاخي في وضعية الساوث بو يهاجم بلكمات قوية نحو الجذع وهجوم قوي أيضا من الركن الأحمر. اللاعب راميش من أفغانستان لاعب قوي وعلى طراز قوي. لقد فاجأتنا في أفغانستان في هذه البطولة بالقوة الجسدية وبالهجوم. لكمة قوية يمنى ويسرى من اللاعب الأوزبكي مع مجموعة من اللكمات نحو الجذع اللكمات الصاعدة. انظروا لكمات قوية ومجموعة من لكمات الركن الأحمر وإشارة من الحكم للركن الأزرق بعد من لف التفاف أو دوران لسلامة كلا اللاعبين. نعم من سيكون الفائز؟ لكمتين مستقيمتين من الركن الأحمر ولكمة مرتدة يمنى من اللاعب الأحمر اللاعب رميش. اللاعب زويروف من منتخب أوزبكستان وسيطر على منتصف الحلقة منذ الجولة الأولى ولكن اللاعب الأفغاني لديه تكنيك جيد أيضا ولكمات قوية ومؤثرة. ولكمة نحو الجذع من الركن الأزرق باليد اليمنى. ترقب وحذر والبيقاطي يعطي إشارة باقتراب نهاية الجولة الثانية. حصة ولكمة يسرى ولكن يشير الحكم End of round 2 احتسابها والعودة إلى القواعد لأخذ المزيد من النصائح وأخذ بعض الشفرات لحل هذه المعادلة الصعبة في الجولة الثالثة. يا ترى من سيكون الفائز في هذا اللقاء الكوارتر فاينل ربع النهائي في وزن الذبابة 52 كيلوغرام؟ الإعادة من المخرج واللقطات القوية واللكمات المؤثرة. لاعب قوي اللاعب الأفغاني لاعب قوي ولكن يختل توازنه بعض الشيء عند أداء اللكمات في حين يبدو اللاعب الأوزبكي في ثبات أفضل. Seconds out. مساعدا خارج الحلقة seconds out. الحكم يطلب من كلا اللاعبين أو يطلب من الركن الأزرق بإبقاء اللكمات فوق الحزام
لكمات قوية. سيطر على منتصف الوساط من كلا اللاعبين. نو هولدينج من الحكم يمنع الامساك بالخصم. 30 ثانية انقضت من الجولة الثالثة. اللاعب الأوزبكي وثقة كبيرة وخطافية. اللاعب الأوزبكي واثق واللاعب الأفغاني هجومي بشكل كبير وواضح من دفاعي. لكمات قوية مستمرة. لكمة نحو الجذع. لكمتين نحو الجذع من الركن الأزرق. يقوم الرد عليها اللاعب راميش من أفغانستان. اللاعب زويروف وثقة. وهذا الخداع والفينت. تكنيك خداعي. الفينت لخداع الخصم. ثم المفاجأة بهجوم مباغت. ولكمة قوية يسرى من لاعب الأوزبكي. وانذار انذار شفوي او تنبيه شفوي من الحكم للاعب الركن الاحمر بعدم الضرب خلف الظهر لسلامه اللاعبين. كما ستلاحظون دائما نكرر كلمه السلامه لتصحيح بعض الافكار المغلوطه حول لعبه الملوك ورياضه الفن النبيل. لكمة قوية يسرى من اللاعب الأوزبكي تجد محلها في الذقن الأفغاني. واللاعب الأفغاني يقوم بالرد ولكن لكمات الأوزبكي كانت مؤثرة أكثر. اللاعب رميش يبذل مجهودا كبيرا في هذه الجولة أعزائي المشاهدين كما ترون. ولديه تكنيك جيد ولكن ينقصه الثبات عند اللكم وإعطاء جزء من قوة في اللكمة عند ثباتي وعند تحميل وزن الجسم. محاولة للهجوم. محاولة اللاعب الأوزبكي. تركيز عالي من كلا اللاعبين. ونحن في مشارف نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لنعرف من الفائز في هذا اللقاء. من سيصعد إلى نصف النهائي؟ كلا اللاعبين. نهاية الجولة الثالثة والأخيرة وانتظار قرار الحكام القضاء في قرار من الفائز بهذا اللقاء القوي التنافسي. لنعرف بعد قليل. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner representing Uzbekistan. الفائز من قرار القضاء وإجماع خمسة قضاء على فوز الأوزبكي زويروف في الركن الأزرق. حظ أوفر للاعب رميش الذي أدى بصورة كبيرة ويدعو اللاعب للخروج. روح رياضية عالية لدى اللاعب الأفغاني. كلا اللاعبين يتمتعان بصورة عالية. ما هذه الروح الرياضية؟ يصافح الحكم ويصافح اللاعبين ويشكر القضاة. أحسنت يا رميش وحظ أوفر في المرات القادمة. مبروك مرة أخرى لأوزبكستان. سترون هذه الوجوه كثيرا في أولمبياد أولمبياد اليابان القادم منذ ريو دي جانيرو. ونحن نرى نفس المدربين الثلاثة وهناك رابع أيضا في غرفة الإعداد بالخلف. مجهود كبير مشاركة كبيرة من منتخب أوزبكستان مكتسحة كما الهند في مجال الملاكمة للرجال والسيدات. في انتظار اللقاء القادم لكم مقتطفات من مجريات اللقاء السابق.
وتظهر فيه سيطرة الركن الأزرق واللكمات. لكمات مختارة بعناية. واللقطات أيضا مختارة بعناية. المخرج اللقاء لكمات قوية. نعم، إشارة إلى فوز الركن الأزرق.